Daddy? Yes. Do I have to sleep early tonight? Yes. In fact, you must sleep early every night. Why do I have to? So you can wake up early, active, and energetic. That's not fair. Uh huh. What did you say? Nothing, Daddy. السلام عليكم everyone peace be upon you guys how are you doing this is Mr. Samer saying hi to you أهلا بكم في درس جديد وحلقة جديدة معنا على هذه القناة تكلمنا في الدرس الماضي عن أول حالة من حالات استخدام أفعال المودلز وهي كان وكود في هذا الدرس سنتكلم عن فعلين من أفعال المودلز مهمة جدا وللأسف كثير منا لا يعرف متى يستخدم هذا الفعل او ذاك الفعل، نتكلم اليوم عن استخدام must و have to فأهلا وسهلا بالجميع. The first thing we have to know guys is how to use must and have to أول شيء يجب أن نعرف متى نستخدم وكيف نستخدم must و have to تستخدم must وتستخدم have to للتعبير عن الإلزام والضرورة necessity and obligation إذا كان هناك موقف وأردت أن تقول يجب أن تفعل كذا أو لا يجب أن تفعل كذا فتستطيع أن تستخدم واحد من هذين الفعلين must أو have to طبعا have to لها أشكال سنتكلم عنها لكن قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب أن تعرف أن هناك نوعين من الإجبار أو الضرورة هناك إجبار بقوة القانون بمعنى أنا لست مخيرا فيه أبدا Uh, وهناك اجبار اختياري اجبار اختياري كيف يكون ذلك يكون كالتالي حين تجبر نفسك على فعل شيء معين تضع لنفسك قوانين في حياتك وتقول ان يجب ان افعل كذا وكذا مثلا I have to drink lots of water I have to study for four hours every day to improve my English I have to exercise every day for two hours to lose weight في كل هذه المواقف أنت تعبر عن إجبار لكن اختياري، بمعنى لو كسرت هذه القاعدة لن يحدث شيء ولن يحدث أي ضرر، بينما حين تستخدم must فيجب أن تعرف أنه سيكون هناك ضرر إذا لم تتبع هذه القاعدة، ويكون ذلك بقوة القانون كما أشرت سابقا، مثلا حين يوقفك شرطي وأنت تكون يعني تقود سيارتك بسرعة أو متجاوز للسرعة فيقول لك: you must slow down طبعا كلام الشرطي هو عباره عن قانون دوله فلا تستطيع ان تناقشوا في ذلك. ف he says to you again you must slow down. you mustn't speed up. you mustn't overspeed in this street. استخدمنا must او mustn't وهنا تكلمنا على الاثبات والنفي. او اذا طلب منك ذات الشرطي ان تري اوراقك القانونيه فيقول لك You must show me your driving license and registration. You must. انت غير مخير في هذا الموضوع يجب عليك. واذا اكمل الشرطي حديثه معك وقال لك لا تقطع الاشاره لا يجب ان تقطع الاشاره ايضا هذا امر لكن بالنهي. You mustn't cross the red light. معلومه اخرى عن استخدام must و have to وهي انه يجب ان ياتي بعد هذه الافعال infinitive الفعل الاصلي. You can't say must going مثلا أو have to going. No, you have to bring the original verb all the time. The negative case of must is mustn't. بينما have to لها أشكال أخرى سنتكلم عنها لاحقا. يجب أن تعرف أيضا أن استخدام must هو أقوى من استخدام have to. must دائما تدل على النصيحة القوية والقانون الذي لا مهرب منه. بمعنى اني اذا خالفت هذا القانون او هذه النصيحه اللي فيها must او mustnt سيكون هناك عواقب علي وخيمه او سلبيه ادفع ثمنها لاحقا عرفنا لغايه الان ان must اذا تكلم معي أحد ما في اللغة الإنجليزية واستخدم must فهذا قانون يجب أن أحترمه ولا أخالفه إذا خالفته سيكون هناك عقوبة بينما إذا كلمني ب to بمعنى أنه يشدد على فعل شيء معين لكن إذا خالفت أنا هذا الشيء أو لم أفعله ف there is not going to be a penalty or a consequence for this violation فلن يكون هناك عقوبة أو جزاء على هذه المخالفة لهذه التوصية أو هذا القانون بالنسبة لإستخدام have to عرفنا متى الآن لكن يجب أن نعرف أشكالها المثبت من حالة have to هو شكلين إما have to أو has to كيف نحدد ذلك؟ يعامل الفعل have to على أنه تقريبا مضارع بسيط صحيح أنه من أفعال المودلز كفنكشن كاستخدام لكن كقواعد grammar we deal with it as we deal with simple present نتعامل معه كأنه مضارع بسيط بمعنى إنه في النفي سأستخدم أشكال do وفي حالة الحاضر سيكون عندي شكلين have to وhas to وفي كلا الحالتين يتبعها فعل أصلي have to حين يكون الفاعل I or they or we or you بينما has to حين يكون الفاعل he or she or it طيب في حالة النفي نستخدم أشكال do I or they or we or you then we say don't have to and then infinitive He or she or it doesn't have to and then infinitive. في حاله الاسئله يجب ان استخدم ايضا do او does في السؤال الذي يحتوي have to مثلا does he have to go لاحظوا اني قلت does he have to لا اقول does he has to does he have to لانه بعد does او do في الاسئله يجب ان ياتي الفعل الاصلي does he have to go to school every day Do they have to go to work every day? دعونا الان ناخذ بعض الامثله على استخدام have to او has to سواء في المثبت او في النفي لتدل على اجبار اختياري بنفس الوقت مثلا دعونا نرجع للمحادثه التي بدانا فيها هذا الدرس حين قال لي يوسف Do I have to sleep early? بمعنى هل يجب أن أنام مبكرا؟ واستخدم have to لتدل على التخير بمعنى أنه مخير في الموضوع فأنا أجبته No, you must Or I said actually yes In fact, you must sleep early every day or every night أنا أجبت أنه you must بمعنى أنه إذا خالف القانون سيكون هناك عقوبة على يوسف طبعا أنا لا أقوم بذلك هذا فقط للمحادثة وتابع في نفس المحادثة وقال لي why do I have to لماذا يجب علي وأنا بعدها وضحت السبب إذا لو أنت فرضت شيء على نفسك كقانون تقول مثلا I have to lose weight I have to go to the gym to lose weight I have to exercise every day I have to improve my English to get a good job. He has to sleep early every day. They have to play more seriously to win the game. إذاً في كل هذه الأمثلة، نعم أنا أوصي بأن هذا الشيء يجب أن يفعلوا، لكن هناك اختيار في الموضوع، ربما لن يأخذوا بنصيحتي ولن يفعلوا ذلك. So it's optional to them. It's about their opinion and it's about their decision. Another example. You don't have to watch this video to the end. No, 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 I'm kidding actually. You have to watch it to the end. You must watch it to the end. Okay, my friends, let's now take some examples about using must. وقلنا أن استخدام must هو أقوى من have to ويكون للقوانين التي لا مفر منها إذا خالفت هذا القانون أدفع الثمن أو يكون عندي جزاء أو عقوبة على ذلك. مثلاً نعرف جميعاً أنه عند السفر يجب أن يكون معك مثلاً تذكرة ويجب أن يكون معك جواز سفر. You must have a ticket and a passport when you want to travel. If you want to stay in a hotel, you must pay for that. دعونا نتخيل الآن موقف. هناك شخص بحاجة أن يصرف شيك من البنك والبنك سيقفل خلال عشر دقائق. ما هي النصيحة التي نقدمها له؟ You have to hurry up or you must hurry up. Well, it's better to say of course you must hurry up. لأنه إذا استخدمنا have to بمعنى أنت مخير لكن you must تعني أنك أنت مجبر على أن تسرع لتتم موضوعك لأنه عدا ذلك لن تصرف الشيك وستكون في مشكلة So you must hurry up because the bank doors will close in 10 minutes You must subscribe in our channel Like, share, subscribe على النقيض من ذلك يجب أن أستخدم must في الحالة التالية أنا في سيارتي صديقي معي ولا يريد أن يلبس الحزام فأنا أقول له I won't move لن أتحرك You must wear the seat belt Otherwise we'll be fined وصلنا لنهاية هذا الفيديو أتمنى أن تكون الآن الصورة واضحة لديكم كفرق بين استخدام must و have to